فكرة مشروع ناجح محتاجين نحدد الأول إذا كان هو خدمة ولا منتج. رقم اتنين محتاجين نحدد 3 حاجات مهمين جدا: الرغبة والفرصة والقدرة، وبناء عليهم احنا بنبدأ نعمل المشروع بتاعنا. في 6 معايير مهمة جدا لأي مشروع سواء كان خدمة أو منتج: الأولويات والسرعة، معدل الانتشار، عمق الأثر، مصدر الدخل، التطوير المستمر اللي بتعمله علشان يفضل المشروع بتاعك مستمر.